زي النهاردة رحل الفنان الكبير طبعاً ممدوح وافي، بيعتبر واحد من أهم الفنانين، واحد من الفنانين اللي كانوا موهوبين بشكل كبير جداً واللي قدموا أعمال فنية مهمة، ليه مشوار كبير في السينما والفن بشكل عام، كمان قدم أعمال كتيرة جداً في الدراما زي عائلة الحاج متولي، السيرة الهلالية، ونيس، سنبل بعد المليون وحاجات تانية كتير. والنهاردة في ذكر رحيل الفنان ممدوح وافي، خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. اليوم هو ذكرى رحيل الفنان ممدوح وافي، واحد من الموهوبين أصحاب الأعمال الفنية التي ستظل علامة في تاريخ السينما والفن بشكل عام. إيه الأخبار يا فنان؟ مش قبل يومين ثلاثة؟ لا، كان العملية خاصة. ليه يا أستاذ فخري؟ كده ما ينفعش. العملية عايزة شغل. لسه هنخش الفرن الطيني، الحمام الرمل السخن. لا، دي عملية كبيرة، اللعبة كبيرة أوي. ولد ممدوح محمد علي وافي في عام 1951، وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أن عشقه للفن جعله يتجه إلى التمثيل، حتى أنه قرر أن يصقل موهبته عن طريق الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. أنا فاهم بعمل إيه؟ أنا ما عديتش، عايزين تعدوا عدوا؟ ما احنا عدينا يا بوي، وتنورك فاضحة. بدأ ممدوح وافي مشواره الفني من خلال العمل المسرحي عام 1979، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة، منها التلمذة وحضرات السادة العيال وتزوير فأوراق عاطفية. شارك الفنان ممدوح وافي أيضاً في عدد كبير من الأعمال الدرامية، من أبرزها عائلة الحاج متولي، السيرة الهلالية، ونيس، قط وفار، حارة المحروسة، والزوجة أول من يعلم. معرفة زي اللي حلمك عليها شويه. هو صحيح كان في بيننا سوء تفاهم، بس كان سببه كريم بيه الله يرحمه بقى، وانا عبد المأمور كنت لازم انفذ اللي طلبه مني. يا سلام، يعني هو اللي قالك تطلب ايه الغدا؟ ايوه. ارتبط ممدوح وافي بعلاقه صداقه قويه بينه وبين احمد زكي، بدات منذ الدراسه بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. وصف ممدوح بالوافي المخلص نظرا لمدى حبه وارتباطه بالنمر الاسود الفنان الراحل احمد زكي، فعندما علم بإصابته بسرطان في الجهاز الهضمي وشعر أنه سيرحل قبل صديق عمره، طلب أن يدفن في مقابر أحمد زكي، لأنه حتى في الموت يريد أن يكون بجانبه. وبالفعل توفي ودفن في قبر الراحل أحمد زكي، وبعد موته بفترة صغيرة لحق به أحمد زكي، وكأن الموت لم يستطع أن يفرقهما.